يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت جوابا لفضيلتكم له يجوز للمرأة أن تشطط على زوجها عدم رد عليها على صحيحة كما قرأت؟ نعم، على شرط صحيح لها غرض غاية من هذا، ما تريد الضرة ولها غرض صحيح في هذا، فإذا خالفه وتزوج له ذلك، له تزوج، ولكن لها الخيار إن شاءت تبقى معه مع وجود الضرة، وإن شاءت تطلب الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم.